خليني اكلمكم عن الكونغو تحديدا اللي قابلت المنتخب امبارح وتاريخها الكبير جدا في السحر. كانت في لقاء في 2002 مع زامبيا، وفي بدايه اللقاء قبل كل حاجه جابوا ساحر كونغو، جابوا ساحر وجابوا ماعز ودبحوها على الملعب قبل الخروج. زامبيا كان فريق قوي جدا ولكنه نزل الملعب خايف ومرتجف وخسروا 6-1، هزيمه وخساره لم تتكرر في تاريخ زامبيا. بيجيبوا الساحر ويذبحوا قدام الناس، قدام اللعيبه بتاعه الفريق المنافس في الملعب سنه 2000 بالظبط، سنه 2000 يعني ما قبل 2000 كان كل حاجه بتحصل في الملعب. كان دلوقتي انا فريق يعني من ضمنهم طبعا على راسهم، على راس المنتخبات اللي بتعمل كده منتخب المغرب الشقيق. كان في قبل الكوره بننزل البتاع الساحر يقف في الجون بتاع النادي المنافس، والساحر ده بيقف في الجون الثاني ويبداوا يرشوا حاجات ويعملوا حاجات ويدفنوا رؤوس خنازير، رؤوس ماعز. واللعيبه كانت بتشتكي، كانت بتطلع تشتكي ان احنا بدانا نشم روائح كريهه جدا جوه الملعب بسبب اللي عمله الساحر، لحد ما الاتحاد اصدر بيان ممنوع في سنه 2000 ممنوع مشاركه الروحانيين الملاعب. تخيلين يعني ايه ان الاتحاد يتدخل عشان خاطر يمنع وجود روحانيين جوه الانديه. ده معنى كده ان كان كل الانديه بتشارك وكل الانديه كل واحد معاه روحاني او شيخ زي ما بيقول. طب يعني ده معناه ان ممكن يبقى منتخب مصر اتعرض للسحر وده سبب من اسباب اللي خلتنا تخسر مثلا قصاد الكونغو امبارح او نطلع من البطوله؟ بكل الاشكال، بكل الاشكال لا طبعا. منتخب مصر اداؤه غير مرضي تماما وبالتالي خرج. ولكن احنا بنتكلم على بما ان احنا في كونغو وفي كوديفوار والاثنين دول من اخطر واهم البلاد اللي بتمارس السحر في كره القدم تحديدا، فاحنا بنفتح هذا الموضوع. ولكن لا، المنتخب هو وارد يعني مش غريبه ان مدرب عشان السحر مش عشان السحر، لا اداء اللعيبه ما كانش يعني ممكن يكون السحر، ممكن حد خلى محمد صلاح يتصاب، ممكن خد بالك دي مش بعيده بقى. يعني قصدي ممكن السحر ياثر على اداء اللعيبه مش طبعا على نتيجه المباراه طبعا. بس السحر بيصيب لعيبه والسحر بيخلي لعيبه يتم استشفائها بشكل اسرع. السحر بيخلي لعيبه يبقى عندها قبول وقبول تاني لا، يخلي حراس مرمى يدخل فيهم اجوان وحراس مرمى تانيين لا. واحنا عندنا حاله مشهوره جدا في مصر بدون ذكر اسماء. خلينا نبعد عن افريقيا وتعالى اكلمكم على الاتحاد المصري لكره القدم او الدوري المصري. ومدرب ما برضه بدون ذكر اسماء طلع في احد البرامج التلفزيونيه وقال انه في مره من اثناء المرات وهو بيدرب كان فريق معين في ممتاز به، واحد لعيب عنده قال له يا كابتن احنا النهارده هنكسب 1-0. بيقول لي استنيت لقيت فعلا انا كسبت 1-0. الماتش اللي بعده قال له يا كابتن على فكره احنا هنكسب 3-1. استنيت الماتش، ايه ده احنا كسبنا 3-1 يا كابتن، احنا هيتعادل 2-2. اتعادلنا 2-2. قلت له تعالى انت بتجيب الكلام ده منين؟ قال انا اعرف شيخ اسمه ضاحي وهو اللي بيبعت لي التوقعات دي. خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله ده اتقال على الهوا من لسان المدرب نفسه. قال انا اتجننت بقى، قلت لا ده انت تجيب لي ضاحي ده ونشوف قصته وحكايته ايه. قال فعلا جبت ضاحي وبدات اكلمه وقال لي انت عايز تكسب وعايز تطلع ممتاز الف، سيب لي الموضوع ده بس اتعامل لي على اني لعيب معاك في الفرقه. وقال فعلا صرفت له بوكت ماني وله غرفه مختصه ليه مكان في الاتوبيس وليه كمان مكان في المقصوره الرئيسيه بتاعت الماتشات. قال له طب يا مولانا انا عايز اللعيبه تعمل ايه؟ قال هم مش هيعملوا اي حاجه، هم بس يقفوا ويبصوا لي، انا هشاور لهم كده وهم يبصوا لي بس ما يعملوش حاجه تانية. بيقول هذا الكابتن كان عنده ماتش في الكاس مع الزمالك، والزمالك كان باقوى سكواد ممكن حد يتخيله، الجيل القديم والذهبي بتاع الزمالك، يعني الفريق ده كان باقصى الاحتمالات يعني اليوم لما نقول ما خسرش يخسر 7-8 ولا حاجه. بيقول جمال عبد الحميد بيشوط الكوره في المدرجات، كل ما اي حد من لعيبه الزمالك يشوط اي كوره تطلع في المدرجات في العارضه، مفيش اي كوره 85 شوطه على المرمى مفيش ولا واحده فيهم بين الثلاث خشبات. وبيقول فجاه الحارس المرمى بتاعي بيلعب كوره طويله وعاليه بقت انفراد جاب جول، كسبنا الزمالك وطلعناه من الكاس. فقلت الشيخ ضاحي ده نقطه وانا لا يمكن افرط فيه، لحد ما الفريق طلع من ممتاز به لممتاز الف. السحر ده مش لساني ولا لسان نقاد، ده لسان المدير الفني نفسه اللي قال اللعيبه اللي معايا
كانت لا تصلح ان هي تنافس في ممتاز ب، طلعت ممتاز الف وكسبت الزمالك. احنا فتحنا الموضوع، مرتضى منصور كان بيطلع برضه يقول لا، ما مرتضى منصور كان بيطلع يقول ان في بعض الانديه المصريه بتمارس السحر، ولكن هو نفسه يا ترى هل بيمارس السحر ولا لا؟ ده سؤال مهم هنجاوب عليه الحلقه الجايه. انا بس بديكم اختصار وحاجه كده مقدمه لذيذه عن سحر اسمه سحر الفودو. سحر الفودو ده من اشهر انواع السحر المنتشر في القاره الافريقيه واللي بتستخدمه في مباريات الكوره. وبرضه بوضح لكم ان شوفوا السحر اللي هو احنا بنشوف ان هو بعيد وحاجه فانتزي وخياليه موجود حتى في اكتر الحاجات اللي بنشوفها مسليه بالنسبه لنا. نخرج بعيدا عن المنتخب وبعيدا عن كره القدم ونروح لمكان مهم جدا انا بحبه. انا كنت من يومين وبقالي يومين يعني بروح معرض القاهره الدولي للكتاب، وفي السنه دي مفاجاه غريبه من نوعها، انتشار ثقافه ادب الرعب بشكل غريب جدا. بل وانتشار الكتب اللي بتتكلم عن الرعب بشكل مفصل، طلاسم حقيقيه، تعويذ مكتوبه، لدرجه ان انا كنت واقف مع ناشر قال لي انا كاتب الجرامات اللي يستخدمها الشخص عشان يعمل العمل. يا نهار، انتوا متخيلين الموقف؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انواع الاعشاب اللي هي مش اي حد يعرفها، وكمان مقدارها، واي حد يروح المعرض يقدر ان هو يشتري الكتاب. انا كنت واقف مع الكتاب، احنا كنا بنعمل لقاء مع الكاتب، وهو بالصدفه البحته لقيته بيوريني الكتاب وقال لي ده طلاسم. قلت له طلاسم حقيقي؟ قال لي طلاسم حقيقي. طب ازاي حاجه زي كده تبقى بتنزل؟ ومش حاجه واحده ومش حاجه تانية. انا يمكن انا وريتكم قبل اللقاء كام حاجه كده، لكن في حاجات المعرض مليان كتب لا تحصى ولا تعد الموسم ده في الموضوع ده. فاحنا دلوقتي الاقبال عليها زايد، الشباب اللي هم 18 و17 سنه الغير مدركين تماما اللي هم بيعملوه ده، بقى اصبح بالنسبه لهم شيء. طب يلا ما اجرب، الفضول طبعا. فتخيلي لما اجي اجرب حاجه هي معايا بكل تفاصيلها، ايه اللي ممكن يقع عليا؟ ايه اللي ممكن يحصل لي وانا كل حاجه مكتوبه بالتفاصيل؟ فاحنا قلنا السحر موجود في الكوره، قلنا السحر موجود في الكتب اللي بنقراها. انا حبيت في البدايه اقول لكم الموضوعين دول لان كل واحده فيهم ليها حلقه خاصه بان كل نوع كل حاجه من دول، ولكن كتحذير خصوصا في بعض القاهره الدوليه للكتاب، يا ريت ننتقي الكتب اللي احنا بنمسكها، يا ريت فضولنا ما يكونش هو اللي بيحركنا تجاه هذه الامور ونقول يلا عادي ما نجرب مش هيحصل حاجه. لا، هيحصل كتير جدا. بيضر اللي بيعمل، ممكن يضر اللي بيعمل ويضر اللي حوالين اللي بيعمل. مش بس اللي بيعمل. اي حد بيتاذي فهو بيأذي كل اللي حواليه، لان زي ما قلنا الاذى ده هو ايه؟ هو مس شيطاني او مس من كيان مختلف. فالكيان ده لما بيمسني هو بيفضل معايا طول الوقت، انا وانا قاعد دلوقتي في حد معايا. فحد معايا ده مش هيسيبكم في حالكم. هنعمل فينا ايه؟ يا عالم شرف ايه جامد، حب جامد، حد يروح معاك فانت تحس بحاجه غريبه. اهلا وسهلا. وانت قاعد الصداع المفاجئ، الخيالات المختلفه، فالمأذي في اي مكان بيأذي اللي حواليه. فتنبيه للمره الثانيه للناس اللي هي عايزه تروح معرض الكتاب، ده خروجه جميله ولذيذه جدا، بس يا ريت يكون في رقابه اكبر من الاهالي على الكتب اللي بيتم انتقائها، لان الموضوع متساب بشكل عشوائي جدا. ولازم يبقى في رقابه كمان من المسؤولين عن معرض الكتاب، انه ما ينفعش يا جماعه كتب زي دي تبقى في متناول اي حد. صح. يعني مش صح، هي ليه اصلا تبقى في متناول حد؟ مش فكره اي حد، ليه اصلا يبقى في حد معاه وصفه لسحر بالمقادير قد ايه، احط اعشاب قد ايه وطلاسم؟ لا لا لا، ده موضوع خطر جدا، كارثي يعني.